اتكلم. يوم اصابتي العدو عمال يعربد يضرب في المدن، وعندنا مثل حقيقي يعني مثل موجع ضرب المدرسة الشرقية، يسوش 30 طفل ويصاب الباقي، ضرب في الحلوان في نجح في المدن عمال يعربد في قصر الزعيم عبد الناصر بتدمير المخازن الرئيسية اللي في قلب السنة يا حبيبة. الكلام ده في سنة 69 تعافى سلاح الطيران، بدا يهاجم الاهداف، راح للهدف ده. القنابل ما عملش حاجه لانه تحت اعماق صحيقه، ضرب الصواريخ المدفعيه ما عملش حاجه. فتم اختيار القنابل الذريه، المقاتل المصري، الجندي المصري، وتطلق الجندي على القائد الاعلى الى الجندي الصغير الجندي. تم تكوين دوريه من 19 فرد، وتوكلنا على الله بقياده الاسد العظيم استاذي وقيدي ومعلمي الملازم اول عز كبرين محمد، كان وقتها ملازم اول هو الابو متقاعد الان على المعاش. قال مش هنرجع لو هنموت كلنا والهدف ده الهدف يتحقق تتدمر. دمرنا الاهداف دي واحنا راجعين، انضربت صاروخ، انضربت صاروخ من طيار اسرائيلي، وضربت معركه كبيره وبينه حوالي 7-8 دقايق. مش عارف يجيبني 19-23 سنة صاعقة، اسمه مرعب، جاهز الموت، بستنى الشهادة وعندي 10 سنين من اللي شفناه من الإنجليز واحنا أبناء إسماعيلية. أنا عندي 73 سنة يعني أنا عجوز صغير يعني. ما عرفش يصطادني، يجي على برشاط يجري يمين وشمال مش خايف من الموت، بس أنا عشان سينا محتلة على إليسا. المهم ضربني بصاروخ ليمنحني الله سبحانه وتعالى في اعز واغلى مكان سعى الحيه، خمس اوسمه وناشين، وهي بث الساق الشمال، بث الساق اليمين، بث الساعد الايمن، فقد العين اليمنى، وجرح مطول الظهر. حضر زملائي الاعزاء بقياده الضابط عزك ابراهيم، وتم ربط الساقين المبتورين والدراع، وعيني فقدت وجسمي بيود دم في ناحيه. فلما جوني انا مت خلاص، ميت فعلا. فقلت له خد رجالتك وامشي بسرعه، انتوا خساره، انا مت. او هتكرمني افحر وادفني. فقال لي والله ما احنا سايبينك لو هنموت معك. احنا هنموت معك عشان نسيبك. عشان اقول لك رجعت لحرب تاني، انت بتقول رجعت لحرب تاني؟ ما ليه اسباب. ما اصبت وفقدت دراعك ورجليك الاثنين وعينك اليمنى، وصممت ان انت تدخل معاهم حرب 6 اكتوبر وتحارب. وما كنتش عالي عليهم واشتغلت. ده ايه الوطنيه دي؟ لا اله الا الله، ربنا يحاسبنا كلنا. هم دول ابطال مصر. هيحاسبنا على مصر. ايوه هم دول ابطال مصر. مش هيتحاسب يوسف بومريا لوحده، ولا الوزراء، ولا المحافظين، كلنا هنتحاسب وهنقف موقف ذليل قدام ربنا. ضيعتوها ولا عمرتوها؟ خربتوها ولا حافظتوا عليها؟ صح. اتعلموا اتعلموا يا شباب مصر.